خالص والحقيقه قراءه بكامل للتاكيد على داك الشيء اللي كنقولوا من الناحيه القانونيه. اولا كنلقاو الماده 99 من صلاحيات مجلس الجهه في اتفاقيه التعاون والشراكه مع القطاع العام والخاص، باش هذا كيتاكد داك الشيء اللي قلتكم في الاول. والعقود المتعلقه بممارسه الاقتصادات المشتركه والمنقوله هذه تكون مع الدوله، معناه كل الاتفاقيات خصها تكون اما مع القطاع العام، هذا كتولي مع القطاع العام المحلي الجهوي، والماده 101 كتخصص لان هذاك التعاقد لما كيكون كيجي يصوت عليه المجلس، كيكون التعاقد يصوت عليه المجلس، وهذا القانونيه اختصاصات الرئيس اعطى له اتفاقيات في الماده 82، معنى اي اتفاقيه اللي فيها نقص يوقع الرئيس، ولكن ما يكونش فيها المعطيات الداخليه انه خارج عن الاختصاصات الذاتيه، معنى اي توقيع ديالك عن اتفاقيه الشراكه في الاختصاصات فيه ما فيش اختصاصات ذاتيه راه خارج القانون. بحال كنلقاو الماده 112 كتعتبر باطلا بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تكون في صلاحيات مجلس الجهه او رئيسه. معناه هاد الاتفاقيات اللي خارجه لا خارجه عن القانون، هذا باطل بالنسبه للماده 112 ماشي انا اللي كنقولها. اذا كنذكر بهذه المواد هذه للتفكير، وغنبقى نقولها حتى تنفذ. وغنقول لك راه انا اتصلت يعني توصلت راه الجهات كلها خدامه على الاتفاقيات، كلها ما كاينش شي وحده اللي ما خدامش على الاتفاقيات، كلها اتفاقيات. هذا تصور واش تفقت عليه كرؤساء ديال الجهات، مع ان معناها الخطا هذا راه ماشي مرتكب غير على جهه وجده، انا ما قريتش الاتفاقيات ديالهم واش فعلا كيطبقوا هذه المواد هذه، ولكن قريت هذه الاتفاقيات ديالنا كنشوف انا بالنسبه للقانون. وهنا انا ما بغيتش يعني ندير الحزازات نقول لك النص القانوني ديال الجنايات ان كل واحد كيوقع على شي قانون على شي حكم، كل واحد كيوقع على شي حاجه ماشي قانونيه راه من الجنايات. الله يحفظك. كيف تكون ساعد الدليل كون يدير لا لا غير انا كنقول لك انا شوف وما غاديش يستعد حتى ما لازم يجي وما انت راه دابا هذا تيار عام في المغرب، هذا تيار عام في المغرب ماشي ديالك انت بوحدك. شكرا.